نتعرف عن حضرتك أكثر. من هو عبيد المطروشي؟ والله عبيد مواطن عادي بسيط من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مواليد عجمان، نشأ طفولته في البحر وترعرع في المجال البحري. حلو. ولين وصل اليوم الحمد لله أسس مؤسسة فردية المطروشي تجارة أدوات الصيد، والحمد لله يعني بعد خوض مجالات كثيرة في التجارة وعثرات كثيرة، ولكن الطموح خلانا نصل إلى الحمد لله يعني كل عثرة تعلمنا درس فيها، وصلنا اليوم الحمد لله إن من الأخطاء هذه اللي برت علينا وخسائر كثيرة لا تحسب، ولكن الطموح كان أكبر من هذا والإرادة كانت قوية. دولتنا الحمد لله رب العالمين من مؤسسها الله يرحمه الشيخ زايد رحمة الله عليه إلى اليوم شيوخنا اللي موجودين على الدولة ما قصروا معنا في كل مجال الدعم، هيئوا لنا عرض خصبة للتجارة، هيئوا لنا وين ما نروح لنا قدر ولنا كلمة ولنا مكانة فضل الله عز وجل، ثم سعي حكامنا إلى وصلنا إلى ما وصلنا المرتبة هذه ما بين دول العالم كناس مقدرين ومحترمين ولنا مكانتنا الحمد لله رب العالمين. أكيد. الدولة هيئت لنا الأرض الخصبة هذه أهم شيء، وتسهيلات كثيرة، مستثمرين من كل مكان في العالم يجوا للدولة الحمد لله، ومن كانوا من لا شيء أصبحوا يملكون، والحمد لله فضل من الله ونعمة أنعمها عليهم، ولكن لا ينسون أن هذه الدولة هيئت لهم الأرض الخصبة للاستثمار ودعمتهم. أكيد. بكل شيء، ما حدا ينكر الشيء هذا، فمن باب أولى يعني أن أهل الدولة كذلك أن يطمحون أن ينجزون أن يتطورون أكثر وأكثر. نعم. فالحمد لله دخلنا في مجال الصيد، تجارة أدوات الصيد. طبعا في آخر مرحلتي قررت أني أمسك الشغلة اللي أنا فاهم فيها، بحكم أني أنا أبي صياد وأنا صياد، وقلت خلني أدخل في هذا المجال لأني أنا أفهم فيه وأعرف فيه، فأترك الأشياء الثانية، والحمد لله رب العالمين يعني توفقنا في هذا الشغلة الحمد لله، بحكم أن خبرتنا في المجال البحري وصلنا نقدر نوصل المنتج اللي هو يحتاج الصياد بأسعار مناسبة جداً، والأخطاء اللي كانت تصنع بعض الشركات وكنا صيادين ونعاني من هذه الأخطاء، فقررت أني أنا أسافر وأجلس مع المصانع وأعدل بعض المنتجات، والحمد لله اليوم أنا أصنع وعملت شعار لي اللي هو الامتي، ماركة مسجلة يعني متداولة معروفة تخص المطروشي، والحمد لله رب العالمين لاقى نجاح على مستوى دول الخليج بالذات، أكثر شيء كذلك الدول العربية وبعض الدول المجاورة، بحكم أن المنتج مصنع من صياد وأسعاره مناسبة للصياد. حلو. الحمد لله توفيق من الله.
خلينا نتعمق شوية في شغلنا أستاذ عبيد. إحنا اليوم الخدمات اللي نقدمها أو خلينا نحكي عن المنتوجات اللي موجودين عندنا بالمطروش لتجارة أدوات السيد. نعرف السادة المشاهدين إحنا شو في عنا؟ والله هذه الشغلة متشعبة جدا. بناخذ فكرة عامة. أي فكرة عامة هي طبعا متشعبة لأن أدوات الصيد تنقسم إلى قسمين. قسم شباك، إذا كانت شباك تكون مجال واحد ومصنع واحد ممكن يصنع لك جميع المقاسات في الشباك من لون الفتحات حجم الخيط، فتختصر الأمر كله تتعامل مع مصنع واحد. لكن مجالنا نحن الصراحة متعب جدا شاق، لأن أكثر من 20 أو 30 مصنع تتعامل معه. أيوة. كل مصنع له حجم من ميرور اللي هو عبارة عن سمكة صناعية مصنعة بحجم معين بقالب معين بألوان معينة بمواصفات معينة بسباحة معينة، فكل مصنع عنده أكثر من 20-30 ميرور يختلف بمواصفات. اللي احنا نحكي عن الطعم، الطعم الصناعي. نحن الحين حاليا نركز على الطعم الصناعي. حلو. أما السنانير وهذه يعني مثل ما تقولين ستاندر معروف، السنارة والخيط أو اللي نسميه الميدار والخيط، هذا ستاندر معروف. شركات، في شركات قوية في شركات شوية أقل جودة كذا، والناس تطلب كذا والناس تطلب، كل واحد على حسب اللي يناسبه. في ناس لا تقول أنا أحتاج لهذا النوع، في ناس تقول لا يمشي معي هذا النوع بحسب سعره مناسب. ولكن اللي نحن أبدعنا فيه، أنا لست وحدي في الساحة طبعا، وعجمان ما شاء الله يعني هي مثل ما تقولين الشماعة اللي العين عليها كلها في المجال البحري بالنسبة للدول الخليج والدول العربية. الحمد لله عجمان يعني أنا لفيت الدول العربية ولفيت الدول الخليج، ظل رقم واحد، ظل عجمان هي لا يصلون لها في المجال البحري من ناحية صنع السفن، من ناحية أدوات الصيد، تصنيع أدوات الصيد. نحن الحمد لله يعني ما نشتري شيء منتج جاهز، نحن نصنع. طبعا هي طبعا هذه منتجات اكثرها كانت موجوده ولكن فيها اخطاء، نحن عدلنا الاخطاء هذه وابدعنا في الالوان، حاولنا نجيب شيء جديد كمان. نعم، ندخل الوان جديده، ندخل مقاسات جديده، ندخل كذلك يعني نتابع الاخطاء اللي ممكن ان نصلحها. ما دام انك انت تصنع انت بايدك انك تغير، وعندنا الطموح الحمد لله دائما ان كل مرة أن ننزل شيء جديد في السوق. والحمد لله رب العالمين تميزنا، وأنا لست وحدي يعني كذلك معي إخوة في السوق حاليا ما شاء الله عليهم مبدعين وهذا، وينزلون كل جديد في السوق. والحمد لله أن تكون، أنا ركزت على أن تكون الأسعار في متناول الجميع. نعم، يعني قد يكون أنك أنت تصنع أشياء ولكن بذات الجودة العالية جدا، ولكن الصياد يعني مش كل حد يقدر يشتريها. أكيد. فالصياد عموم الصيادين أكثر يعني 80-90% مع الدراسات اللي نحن نبحثها، أنا عندي محل موزع في عمان، عندي موزع جملة في اليمن، عندي ديلر في السعودية، عندي ديلر بالكويت، يعني عندنا حاولنا نتفرع، الحمد لله ما نضل بس على السوق المحلي، تفرعنا لبرا كمان الحمد لله. يعني برا نوزع بالجملة المنتجات مالنا الحمد لله رب العالمين، صيتها طيبة الناس كلها تشكر عليها من ناحية الجودة من ناحية السعر، والحمد لله ماضين في هذا المجال ودائما مع السوق ومع الصياد. وكذلك نحن الصيادين إذا أي ملاحظة أو شيء في حاجة في شيء لاحظوها أو تعديل أو كفكرة، قد يكون يأتيك يعني صياد مبتدئ ولكن قد يكون أنه وجد شيء أو عنده فكرة، ممكن أنت يعني ما نهمش هذا الصياد وناخذ فكرته وناخذ هذا نساعده ونحاول نحن يعني نصل إلى اللي هو لاحظه أو اكتشفه. حلو. فنحن حين نعاني من مشكلة أن السمك كأنه كل مرة يحتاج إلى ألوان جديدة، يعني الألوان اللي كانت قبل تصيد خاصة سمك الكنعد. أيوة. عندنا بكثرة في الخليج الحمد لله ودول الخليج العربي هذه لكلهم يعني موسم أساسي بالنسبة لصيد الكنعد، موسم أساسي لصيد الكنعد، وفي بطولات تنظم وكذا على صيد الكنعد. ف لاحظنا أن هذه السمكة كأنها سبحان الله يعني
ان اللون اللي كانت ترغب فيه غيرته ترفضه بعدين، يعني تدخل عليه بس باقبال قليل ما تاكله، كانه تفهم ان هذا خلاص انتهى كرته. فلازم انك تنزل لون جديد، لازم تنوع كمان الالوان والاشكال. فبدينا يعني كل ما مره ننزل شيء جديد، كل موسم نجيب شيء جديد. نعم. حلو. وفعلا يوم غيرنا وبدينا ننزل اشياء جديده الكل لاحظ هذا الشيء، قال نعم صح ان الالوان الجديده قامت تصيد، اللي كانت قبل كانت ما كنا نصيد فيها قل صيدها. يعني نتابع هذه الاشياء ونحاول ان نوصل للصياد ونتواصل معه وننزل كل جديد في هذا. شوي الامر متعب يعني في التصنيع، تصنع كميات يعني انت تحصل مربح وفائده، ولكن شو اللي يصير عندنا نحن نعاني منه. انا مشكله، انا اتكلم عن نفسي، عندي معاناه ان عندي تكدس في الستوك. يعني كمنتج انا صنعت منه كميه قد ابيع منه هذا الموسم هذا المنتج كامل، قد يكون المنتج الثاني الدفع أبيع منه 10% و 20%. فشو اللي يصير؟ يكون هذا اللون أو هذا المنتج الإقبال عليه في السمكة أو الصيادين السحب قليل جدا شوي. فيقولك لا هذا اللون ما يمشي، أو هذا المجرور خلاص ما يصيد، في مجرور ثاني أو في كذا أو في لون هذا. فأنت لا تقول والله أنا فلوسي هذه أنتظر لما أنا أصرف البضاعة وبجيب، لا الفكرة عندي أنا إكس ما خلاص، لا، لأنك إذا انتظرت أنت تبيع هذا أنت طحت من السوق نزلت. صح. فلازم تواكب غض النظر عن هذا. فعندنا أموال مكدسة في المستودعات، وين فلوسك في البضاعة؟ إن شاء الله نقول أحيانا قد يكون يعني سبحان الله يأتي موسم في منطقة معينة وفي بلد معين بيطلبوا الأشياء هذيك. نعم. بعض الأشياء عندنا موجودة مصنعة ما بعناها إلا بعد 10 سنوات يعني في المستودعات، فأي موسم نوع من معين من السوق ينسحب عليه أكيد. وتتحرك يعني هي معروفة بالسوق. في التجارة دائما فوق نعم. شوية وتحت نعم. شوية، بالنهاية هي التجارة فيها مربح وخسارة. أي نعم. بس هي هذه المصيبة، عفوا المصيبة هذه الشغلة إنها متشعبة، وكل يوم شيء جديد في السوق، كل يوم شيء جديد، وكل زبون يدخل أول ما يدخل السلام عليكم، عليكم السلام، شو جديد سواء في الملابس او الموضات يعني. صح. انتم يعني هذا الشيء الكل يعاني منه. صح. حتى اصحاب المحلات يعني. صح اليوم الزبون صار ملم بكل شيء، يعني كل شيء صار متاح يعني قدامه بين ايده، يعني يمكن ما يحصلوا عندك بيحصلوا عند حدا ثاني. بس استاذ عبيد، انت قبل اللقاء كنا نحكي انك انت ما اكتفيت بالبيع بس، كمان صرت تصنع اليوم وتبيع بالجمله. نعم. أنا يعني احنا اليوم نصنع داخل الامارات او برا الدولة؟ لا انا اصنع في الصين اكثر حاجه، وعندي شركات يعني اسوي اوردرات خاصه لي. حلو. من يعني نحن نبعث النموذج وكل شيء وهم يصنعوا. هي يعني انا اطلب انا مثلا خاص بالامتي بالماركه مالي، انا يعني احط معايير ومقاييس وكذا. قد يكون في بعض المصانع يعني هي مثل ما تقولين يعني مصانع عالميه. حلو. ولكن كأنت كديلر يعني موزع لهم يعطونك باللوجو مالك وكل شيء بالمواصفات اللي انت تطلبها، الدرجة اللي انت تطلبها، الجودة. حلو. والحمد لله انا يعني ما ارضى بالجودة السيئة، لان نحن صيادين ونعرف شو نحاول ان قد ما نقدر إن خبرة كبيرة نوصل الى الجودة المطلوبة والسعر المعقول. الحمد لله عندنا كوريا، عندنا من ايطاليا خيوط، عندنا خيوط الخيط اللي هو اللاين الصيد. حلو. نطلب من ألمانيا، نطلب من كوريا، نطلب من إيطاليا الأسو بيرلون كوريا، يعني ذات جودة عالية. ذات جودة عالية. نعم. وكذلك هذا نحن نطلبها باسمنا يعني خاصة بنا. أما بالنسبة للتصنيع الجيجات اللي هي عبارة عن أسماك صناعية تصنع من الرصاص، ممكن تاخذون عليها جولة بعدين. هلا احنا كل شيء راح نعرضه ان شاء الله بالفيديو. نعم. نصنع عليها أي شيء عليها علامة الام تي، طبعا نحن طلبناها بمواصفاتها بوزنها بألوانها. الألوان لها دور مهم جدا، الألوان قد تجيب أنت منتج لكن الألوان ما يتناسب مع بحرك أو ما يتناسب. أنا الحين يوم يجيني صياد يقول لي أنا أبغي كذا كذا، أقول له أنت وين بحرك وين بتصيد؟ يقول لي، أقول له حدد لي المكان. ليش؟ عشان أعرف، عشان أساعدك. أساعدك أنا. صح. لأن بحرك أنت يحتاج هذا اللون، يحتاج هذا الوزن، يحتاج هذا كذا. الله. يعني حتى مجال الصيد كل منطقة عن منطقة تفرق. كذلك نشرح له، نقول له مثلا هذا المنتج ما يصلح إلا أول الصباح،
هذا المنتج يصلح من بعد الساعة 9 بتحمى الشمس، هذا من بعد الظهر للمغرب، أول ما يدخل المغرب غير الألوان، حط الألوان كذا. يعني هذه الأشياء عن تجارب وعن كذا، مجال واسع. نعم، فنعطيه نختصر له، وكذلك نعرف بحره، نعرف المقاسات الواير روب، هذا الكياب اللي بيمدها كم متر يمد وكم هذا. الحمد لله رب العالمين، يعني مجال البحري مجالنا يعني واسع كثير، الحمد لله عالية. والحمد لله عندنا الخبرة ما فيه الكفاية في هذا المجال، الحمد لله رب العالمين. حكم أننا نحن ما زلنا نروح البحر، ما زلت أنا لين اليوم أروح البحر وأشوف شو اللي حاصل. هي أهم شيء أن طفولتك أنت في البحر مثل ما تقول مترسخة داخل، صح، خليت منها إيش اللي تبقى وتابعت. وأنا على فكرة يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا أستفيد من حتى اللي الشخص الجديد، قد أكتسب معلومة من شخص أول مرة يطلع البحر أفضل مني هو يكون، وأفضل من المحترفين في البحر. ليش؟ هذا الشخص الجديد يجرب حاجة ما تخطر في بال حد، لأن هو ما عنده فكرة في البحر، فيستخدم منتج ليس لهذا المكان وليس لهذا البكت وليس هذا، فيصيد فيه، فيكتشف لنا هذا اللي هو الجديد الشخص إن هذا النوع أو هذا الحجم أو هذا المنتج صاد لي سمكة في المنطقة الفلانية، أو صاد بها كذا في المنطقة الفلانية على الوقت كذا وكذا وكذا. مستحيل هذا يصيد في هذا، يقول لك لا، يمكن هالشيء ما مر عليك، ما مر علينا. صح. فاكتشفنا ان فعلا من هذا الانسان الجديد اللي هو توه في مجاله في البحر ان علمنا حاجه، ان هذا الشيء ممكن ينفع في بحرنا. صح. فكثير من الحالات ان يجيني حتى لو واحد جديد دائما انا اساله وين رحت، شو صرت، كيف كان البحر، كيف اخذ منه معلومات. وكثير كذا حاله مرت علي اكتشفت من معلومات من اشخاص فعلا نحن كانت غايبة عنا. والإنسان دام أنه في الحياة الله أعطاه العمر يتعلم، دائما بيتعلم. صح. ولا تستهين في أي شخص يأتيك. صح. حتى لو كان طفل ممكن تأخذ منه معلومة وأنت غافل عنها في بهذا عمرك. أكيد. كله. اليوم إحنا أستاذ عبيد شاركنا بالبراند تبعنا MT في مسابقة بحرية داخل الإمارات. والله طبعا اللي يصيدون الصيادين الحمد لله على مستوى دول الخليج في الموسم اللي كان عد، وهم يصورون يوثقون يتكلمون على البراند. يتكلمون، نعم، المنتج MT. خلينا نحكي البراند كمان تبعك بيحكي عن نفسه. اي نعم، الحمد لله رب العالمين. اكيد ما راح نوقف في المرحله هذه، في عنا طموح. الحمد لله، الحمد لله، نحن عندنا طموح كبير، ووسعنا مجال عملنا في دول عربيه برا وفي دول غربيه، افريقيا الغربيه، شغالين حاليا ان شاء الله في مشاريع باذن الله. طموح كبير، ومعنا شركاء اماراتيين ثلاثه، يعني كلنا نحن ثلاث اشخاص الحمد لله رب العالمين، مادين في العمل، وإرادة قوية وطموح. سيدي نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. آمين. نشكر ولاة أمورنا على الأرض الخصبة هذه اللي أتاحوا لنا، يا الله يطول بعمر رئيس الدولة ولي عهده والحكام الإمارات ونائب رئيس الدولة، وكلهم يطول بعمارهم، ما قصروا كلهم، يعني من دعم من تسهيلات من أي شيء. يكفي أني أنا أسير بعض السفارات اللي هي برا، اي يوم يعرفون ان اماراتي تفضل بتلاقي ترحيب غير، ترحيب غير، شو تبغي، شو دعم. حتى بعض السفراء يقولون اذا تحتاج نتصل في الرئيس، اي دعم، اي حاجه محتاج نحن مستعدين نكلمه. هذه الكلمه كم تسوى، الحمد لله. اكيد. يعني طال عمرك زرعوا الله يرحمه، رحمه الله عليه، الشيخ زايد والدنا الله طيب الله ثراه، زرع يعني في كل قلب مواطن. وين ما تروح سبحان الله تلقى هذه البذرة. صح. انتجت من اللي ربانا عليه وعلمنا عليه من قيم ومن مبادرة ومن أخوة وتكاتف، يعني أصحاب فزعة وأصحاب شهامة وأصحاب ما يقصرون. يعني أضرب لك مثال، أمس أنا احتاجت إلى مبلغ 10,000 المندوب في برا الدول ومحتاج، وعرف صديق يعني معرفة تعرفت عليه في السفارة، قلت لي يا أخوي البنك ما حول المبلغ ومحتاجين ضروري 10,000 درهم. قال لي ثواني وأنا بوصل لهم الفلوس. هو معرفة سطحية، بس هو إماراتي ويشتغل في خارج الدولة. فالحمد لله رب العالمين، ندل على شيء، هذا دل على التربية. أكيد. اللي ربتنا عليها الدولة، وزايد رحمة الله عليه الزرع اللي زرعه فينا اليوم يحصدونه أبناءه.
أكيد. والمردود هذا مش بس على المواطنين تبع دولة الإمارات، مردود كمان على المقيمين اللي على أرض دولة الإمارات، يعني ما بيحسوا لا بتفرقة ولا بإشي. اليوم إحنا كمان أكثر من 200 جنسية داخل دولة الإمارات. نعم، نحن نلتقي بوافدين كثير عندنا ونشتغلون معانا وكذا، قالوا والله والله بلدنا ما تعاملنا بهذه المعاملة. صح. اي والله هذا الاشي احنا عايشينه وشايفينه داخل والله دولة الامارات. والله احترامنا يعني احترام دولة الامارات لنا اكثر من بلدنا، قد يستحقروننا قد يهنوننا قد كذا، ولكن هنا نحس ان اكثر من بلدنا لنا قدر، يعني مش كل الدول، بعض الدول يعني. أكيد. نعم، فكانوا يعني الحمد لله الكل يشكر، الكل يشكر. أكيد. الكل يشكر. شكر خاص للشيوخ دولة الإمارات على جهودهم المتتالية سواء للمواطن أو للمقيم كمان، وشكر خاص إليك أستاذ عبيد المطروش اليوم على الاستضافة داخل محل المطروش لتجارة أدوات الصيد. بس قبل نهاية البرنامج خلنا بس نعرف السادة المشاهدين موقع المحل تبعنا وين موجود بإمارة عجمان. طبعا هو في عجمان شارع ليوارة، موجود في الجوجل، وعندنا الموقع اللي هو ال MTUAE، عندنا موزع بعد كويت MT كويت، وعندنا بعد MT يمن موزع. طبعا هو المقر الرئيسي او صاحب هذا هو عبيد راشد المطروشي اللي صاحب ال MT، وموقعنا هو في عجمان الموقع الرئيسي. موجود في الانستغرام، يدخلون في رابط في الجوجل موجود. حلو. الموقع موجود كذلك في الجوجل. حلو. في الانستغرام اللي هو MTUAE. وما شاء الله يعني بالنسبه للصيادين ما يحتاج احنا بدورنا اكيد. استاذ عبيد راح نعرض كل الارقام التواصل وكل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شاشتنا على الفيديو، وسادة المشاهدين راح يرجعوا يتواصلوا معك ان شاء الله. حياهم نتمنى الله. لك كل التوفيق يا رب، ونشوف المطروش لتجاره ادوات الصيد براند عالميه، بس مش بس براند عربي ان شاء الله. عندنا طموح باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله عندنا متابعين في امريكا وعندنا كذا، ويشكرون يكتبون تعليقات. الحمد لله. الحمد لله يا سيدي، نتمنى لك كل التوفيق يا رب. آمين. وياكم شكرا على الاستضافة. العفو. وشكرا مرة ثانية، نشكركم حياك على أضعنا وقتكم وكل شيء. لا ما بارك في. الله فيكم إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق في قناتكم إن شاء الله. أجمعين يا رب. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم.